تعالوا بقى نشوف ايه اخبار الدكانة. بصوا الموديلات، هو المكان عبايات، فبصوا الموديلات كلها حلوة قوي، الوان كل الوان الترند دي. بصوا العبايات دي جميلة، دي يعني تقريبا كل الاشكال والالوان اللي ممكن تيجي في بالكم هتلاقوها. هندخل جوه بقى ونشوف ايه الاخبار. بصوا احنا دلوقتي في محل الدكانة، عندهم عبايات كل الاشكال وكل الالوان وكل حاجة ممكن تيجي في بالك هتلاقيها عندهم، بلس بقى ان فعلا اسعارهم مميزة جدا. يلا بقى نشوف اسعاركم بتبدأ من كام. طبعا بنبدأ من 200، تمام، لمعك بقى وانت طالع عامة، انت فاهمة، بس احنا عاملين الاسعار ده عشان عيد الام والكلام ده كله، عشان عيد الام ورمضان. انا عايزة اقول لكم فعلا كوليكشن عبايات يجنن، زي ما انتم شفتوا كده بيبدأ من 200 ولحد بقى 350 مثلا. يلا بقى نشوف. بصوا تنفع في الاستقبال دي، في نفس الوقت لو حد عامل عمره مثلا، استقبال عمره تمام في رمضان طبعا، في الصلاه، عيد، يعني كل حاجه. بصوا اللون ده تمام، ده عندك مقلبات برضه بتلبس لحد 120 تمام، وفي برضه منها الوان بتلبس لحد 120 كده وبالوانها. ايه تاني؟ بصوا بقى اللون، الناس بقى بتحب الحاجات اللي هي الفاتحة قوي. استك وحزام، يعني دي مقاسات واحد عامة. بصوا اللون برضه، في منها الالوان بتاعتها، الوانها ايه دي؟ الالوان بتاعتها نشوف، شايفين كده المسترد الابيض والزهري والزهري والاسود والكحل. خلينا بص، دي سيمبل قوي، دي سيمبل جدا زي ما انتوا شايفين التطريزه اهو، بس انا طبعا معروفه خامتنا مستورده الحمد لله، يعني معروف احنا ايه تمام. وبرده مقاس 1 و2 عامه، وفي منها الوان، في منها الوان بالظبط كده، في المنت والزهري والابيض. فين هنا؟ مثلا اهو اهم، وفي الموف بتاعها وفي الكحل، موف وكحيل. في حاجة زي كده برضه تطريز من فوق، بس انا بحب التطريز من فوق تمام. برضه ده مقاس 1، في برضه منها مقاس 2 زي ما انتم شايفين كده، التطريز على الكم تمام. برضه عاملين عليها عروض برضه. دي سعرها ايه؟ ديت 200، اللي انا بفرضه 200 ب 200. كل اللي انت فرضته 200؟ عشان عيد الام بس، عيد الام ورمضان، يعني حاجة 200 جنيه. بصوا دي مشخلعة شوية، ديت برضه في منها مقاسات، هو ديت مقاس 2، ده مقاس 2 عامة، هو في منها مقاس 1 والوانها، بصوا الوانها بقى كتير جدا اهي تمام. طبعا انتوا عارفين ان احنا داخلين برضه في موسم، بس برضه عاملين عشان العيد. ايوه لا هم بصراحة في الأسعار مظبطين قوي الأسعار، والخامات والله معروفة، يعني عندنا ايه في حاجة زي كده طبعا. بص دي ميكس لونين سوا، وبرده على فكره سيمبل. بصوا زي ما انتم شايفين كده الالوان، وزي ما انتم شايفين برده على البني وال، برده في منها الالوان بتاعتها، كل حاجه في منها وعكسها بالوانها. بصوا الالوان دي برده، دي الالوان بتاعتها، الوانها اهي حلوه قوي الوانها برده. ده بقى بصوا ده المشجرات برده، الدريس ينفع تخرج بيه عامه، ده بقى خروج بحر صيف، يعني ده هيبقى للعيد لذيذ قوي. والحاجة عامة ما بتظهرش الا في الاكس طبعا، معروفة الميديا. بص دي حلوة فعلا تمام. في حاجة زي كده طبعا، في منها برضه لونين، دي 200 برضه؟ لا ده 250، دي 250. بصوا الاورنج بقى، اللون اللي طالع ترند كده اهو، بصوا 250 طبعا، دي طالعه برضو مشهوره، دي ترند طبعا، مشهوره طبعا باسعار والكلام ده كله، بس احنا عندنا. بصوا الاسعار هنا جمله من اول قطعه، يعني حتى الناس اللي عندها بيج اونلاين وعايزه تفتح مشروع او كده عبايات او دريسز، بيجوا هنا الاسعار فعلا جمله من اول قطعه تمام. عندك حاجه زي كده وريني، ودي حاجه عربي شويه تحسوها العربي كده، والزيتي برضو اللون ده
ترندي قوي، زهري واسود والزيتي واورنج. بصوا بقى ده 3D اهو، بصوا بصوا التطريز لحد فين. التطريز 3D يلا اهي، دي في الوانها برضو. الاسود والدي الازرق. دي عامه 280، الحته اللي انا خدتها دي 250، دي 280 ودي 250 واللي يكون في الاول 200. بصوا بقى دي شيك جدا، شيك قوي فعلا. بصوا بصوا انا عايزه بس اوريكم، بصوا التطريز اصلا من ورا وقدام، بس اوريهم عشان التطريز بتاعها. التطريز بتاعها بصوا تفاصيله عامله ازاي. بصوا حاجات لسه طالعه جديده، هتلاقي الحاجات اللي عنده مختلفه ومعروفه، حاجات مستورده. بصوا الوانها، الوانها كتير قوي ومش هيعرفوها عشان بس بسبب انها مطبقه، بس هي الوان كتير قوي. زيتي والكشمير والاصفر والاسود، زيتي وكشمير واصفر واسود. بلس بقى بصوا المحل وفي الرنجات اللي انا قلت لكم عليها دي من اول 200 لحد 350. محل الدكانه مول صدناوي العتبه. بصوا الالوان بتاعت الدرس اللي احنا فردناه. الاسعار دي خاصه علشان عيد الام ورمضان والعيد بقى. وبكده نكون خلصنا اول جوله لينا في اول محل في مول صدناوي، محل الدكانه متخصص في العبايات والدرس زي ما انتم شفتوا، يعني هتجيبوا عبايات رمضان والعيد وعيد الام وباقل الاسعار من اول 200 جنيه. وما تنسوش بقى تستنوا باقي الفيديوهات في المول علشان تعرفوا توفروا. باي باي.